السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم من كليوباترا، كورنيش كليوباترا، عند النفق، عند كافيتيريا قصر الشوق، عند نفق كليوباترا. امبارح بالليل يا جماعة وساعة النهاردة بدري أو الصبح يعني، كان في سيدة وأختها ماشيين تحت العمارة عند نفق كليوباترا عند قصر الشوق، بلكونة وقعت عليهم، واحدة توفت على طول والتانية في حالة خطرة، بس سمعت انها توفت برضو من الاخوة في السوشيال ميديا. ربنا يرحمها يا رب ويرحمهم الاثنين. بصوا يا جماعة زي ما شايفين العماير هنا على البحر كلها الصراحة عايزة تتشال، يعني العماير هنا متدمرة جدا، عماير كتيرة جدا في حالة سيئة، البحر والهواء والملح واكلهم خالص، يعني واكل الحديد واكل الواجهات، يعني العيش هنا على البحر يا جماعه يعني خلي باله، لازم صيانه يعني نص سنويه للشواطئ للعمارات ديت، يعني مش كل سنه كمان، يعني احنا مش هنا على البحر كده خدناها من 69 لحد المنتزع، نلاقي كميه عمارات متهالكه وبلكونات يعني عايزه للسقوط كتيره جدا، يعني يعني ممكن تبان هي كويسه بس مش كويسه، يعني ربنا يستر على الجميع يا رب. في كاردون حوالين العماره، بس بعد ايه بقى، بعد اللي حصل ما حصل بقى يا جماعه، خلي بالكم يا جماعه اللي يمشي على البحر يبعد عن العمارات، يعني يمشي على الرصيف الثاني، بس يمشي على الرصيف ناحيه العمارات دي، ان في اي وقت ممكن يحصل حاجه. رب كده دايما بخير كده، ونخلي بالنا من بعضينا وننبه بعض يا جماعه، يا ريت اي حد يشوف اي حاجه على البحر كده يبلغ او يعني يصورها يعمل اي حاجه كده، بحيث نحافظ على ارواح بعضينا. يعني تفكير هنا نفس المنطقه برضو السنه اللي فاتت بالظبط شهر 6، المنطقه دي موعوده يا جماعه مش عارف ليه بنموت، يعني شهر 6 اللي فات برضو اخ محمد تقريبا محمد كان من الحوامدية برضو غرق هنا في نفس المكان بالظبط، يعني ايه عليكم الفيديو القديم تفتكروه كنت منزله انا، بس ايه افكركم بيه، يعني برضو نزل السحام هنا في نفس المنطقة ديت قدام برضو الفندق كليوباترا، يعني نفس المكان بالظبط كده اهوت، وطلع بص فاكرين الفيديو دوت يا جماعة، اهله كلهم قعدنا كام، قعدنا هنا مع بعض 6 ايام ندور عليه، واقفين هنا في المنطقه، وبعد 6 ايام ظهر في كامب هزار او في الشاطبي. يعني ربنا يصبر اهله كده يا رب، ونفتكره كده وندعي له يا رب. امه ترى امه عامله ايه دلوقتي يا جماعه، حد طمنا عليها، واخواته عاملين ايه؟ حوادث غرق كتير جدا في اسكندريه السنه اللي فاتت، فاكرين الاخ اللي هنا برضو اللي كان في عند السرايا، كان برضو هو وصحابه بالليل ونزل، وبعد 3 ايام برضو ظهر من عند محمد نجيب، وكان في واحد برضو في بالعجمي وفي النخيل وفي مصر مطروح. حوادث كده جدا هنا في اسكندريه يا جماعه، يا ريت نخلي بالنا. هو الحمد لله البحر الايام دي بقى احسن، يعني عن هو دخلنا في 9 اهوت، بكره 14/9 الجو هدى شويه كده والموج هدى، يعني الحمد لله. ربنا يا جماعه يصبر اهل بقى المتوفيين، الاختين والغريب بتاع كليوباترا والغريب بتاع لوران، نجعل رب مثواهم الجنه يا رب. شكرا يا جماعه، وان شاء الله ما نجيش تاني في اي حاجه وحشه، ان شاء الله الاخبار كلها تبقى سعيده، ونبعد ان شاء الله عن اي خطر ان شاء الله. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.